من القاهرة ينضم إلينا محمد الحمراوي مراسل الغد. محمد، هل خرج أي بيان من وزارة الخارجية المصرية بعد زيارة بيدرسن؟ نعم محمد، بالفعل قبل قليل صدر بيان من وزارة الخارجية المصرية أشار إلى تفاصيل لقاء الوزير المصري سامح شكري مع المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون والموضوعات التي تناولها، وجاءت يتعلق بالأزمة الإنسانية في سوريا وآثار الزلزال المدمر على سوريا، وكذلك أيضا كيفية استغلال انفتاح بعض الأطراف الدولية والعربية على الجانب السوري لإعادة المسار السياسي من جديد في سوريا خلال الفترة المقبلة. مصر أشارت أو استعرضت أمام المبعوث الأممي إلى سوريا الجهود الخاصة بدعم السوريين في مواجهة آثار هذا الزلزال المدمر واستمرار هذا الدعم خلال الفترة المقبلة بتقديم المساعدات الإغاثية والطبية والمساعدات الغذائية إلى الشعب السوري خلال الفترة المقبلة حتى يتم تخطي آثار تلك الأزمة المتعلقة بالزلزال المدمر، وكذلك أيضا الإشارة إلى ضرورة استغلال هذا الانفتاح الذي تم سواء من خلال تعليق العقوبات الأمريكية والأوروبية على سوريا أو كذلك أيضا قيام الجانب السوري والحكومة السورية بفتح المعابر مع الجانب التركي لإدخال المساعدات، استغلال هذا الأمر لفتح المسار السياسي من جديد واستئناف العملية السياسية في سوريا خلال الفترة المقبلة وفقا للقرارات الأممية والقرارات المتعلقة بالأمر الخاص بالتسوية للأزمة في سوريا. الأمر ذاته أكد عليه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط الذي أكد بأن العملية والمسار السياسي للأزمة السورية الآن يمر بمرحلة تجميد واضحة، وأن المبعوث الأممي عليه خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع الجانب العربي وأيضا المجتمع الدولي لإطلاق المسار السياسي من جديد في سوريا لتسوية الأزمة السورية. وأشارت أيضا الجامعة العربية إلى الجهود والحشد الذي عملت عليه خلال الفترة الماضية لتنسيق الجهود فيما يتعلق بمواجهة آثار الزلزال المدمر في سوريا وكيفية استمرار هذا الدعم الإنساني والإغاثي إلى الشعب السوري، وكذلك أيضا بالتزامن مع فتح الآفاق لانطلاق العملية السياسية من جديد، وأن يقوم المبعوث الأممي إلى سوريا بطرح رؤيته للعمل خلال الفترة المقبلة فيما يتعلق بتسوية الأزمة السورية مع إعطاء الآثار الخاصة بالزلزال والأمور المترتبة على هذا الزلزال والمساعدات الإنسانية والإغاثية أولوية خلال الفترة المقبلة سواء بالتنسيق مع الدول العربية أو مع المجتمع الدولي في ظل انفتاح الحكومة السورية خلال الفترة الماضية على المجتمع الدولي وعلى بعض الدول العربية لاستئناف عملية المساعدات إلى الجانب السوري وأيضا استئناف المسار السياسي المتجمد كما وصفه أبو الغيط خلال لقائه ببيدرسون في القاهرة اليوم. محمد الحمراوي مراسل الغد في القاهرة، شكرا لك.